أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. And will make him, أي عيسى عليه السلام, سنجعله a messenger, رسولا, to the children of Israel, إلى بني إسرائيل, saying, سيقول لهم, I have come to you, أنا جئتكم, with a sign from your Lord, بآية, بعلامة من ربكم, that, أن, I design for you, يصمم, يعمل تصميم, I design for you out of clay, يعمل تصميم من الطين, يخلق من الطين, a figure, يعمل شكل, هيئة, شكل حاجة, a figure like that of a bird, كهيئة الطير, شكل الطير, and breathe into it, فأنفخ فيه, breathe into the figure, and it becomes, فيصبح a bird, طائرا, فيكون طائرا, and becomes a bird by Allah's leave, بإذن الله. And I heal him who يشفي أو يبرئ الذي who was born blind, الأكمه, الأعمى, and the leper, والأبرص, ويشفي الأبرص. And I bring the dead to life. وأحيي الموتى يحد يعني يرجع الأموات للحياة. The dead to life by Allah's leave. بإذن الله. And I inform you وأخبركم وأنبئكم of what you eat بما تأكلون and what you have store وما تدخرون in your houses في بيوتكم شايلين في البيت. Surely therein is a sign أكيد إن في ذلك لآية for you لكم if you believe إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. And Allah will make him, Isa, Jesus, a messenger to the children of Israel, saying, I have come to you with a sign from your Lord, that I designed for you out of clay, a figure like that of a bird, excuse me, and breathe into it. And it becomes a bird by Allah's leave. And I heal him who was born blind and the leper. And I bring the dead to life by Allah's leave. And I inform you of what you eat and what you store in your houses. Surely
therein is a sign for you if you believe. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين. May Allah make us of those who believe. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.